في نهاية القرن التسعتاشر وتحديداً سنة 1890 اتولد الطفل إدوارد مورداكي وسط أسرة إنجليزية غنية ولها أسرة عريقة. ممكن حضرتك تكون سمعت عن قصته، لكن انت ما تعرفش الحقيقة. الطفل ده رغم جمال ملامحه وبشهادة كل اللي كان بيقابله، إلا إن هو اتولد بعاهة بشعة في جمجمته. للأسف كان ليه وجه آخر في مؤخرة رأسه، زي ما هو واضح لحضرتك في الصورة كده. التناقض اللي كان موجود بين ملامح وجهه الأمامي وبين ملامح وجهه اللي موجودة في خلفية جمجمته هو ده اللي خلى الناس تعتقد إنه مزيج بين الشياطين والملائكة. الوجه الأمامي الطيب الجميل هو الوجه الملائكي، أما الوجه الثاني فهو وجه شيطاني. الإشاعات ظهرت مع بلوغه في سن المراهقة. إدوارد كان دايما بيقول إنه فقد السيطرة على تعابير الوجه الثاني، كأنه منفصل عنه تماما. والوجه اللي كان موجود في خلفية رأسه ده ما كانش بياكل ولا بيشرب ولا حتى بيتكلم، لكن إدوارد كان دايما بيعاني بسبب الوجه ده، ودايما كان بيسمع له بيوسوس ويصفر زي ما يكون بيهمس له في ودنه، ودايما كان في تناقض بين انفعالاته وتعابير وجهه التاني. يعني مثلا إدوارد لما كان بيضحك كان الوجه التاني بيبكي، إدوارد لما كان بيحتاج ينام كان الوجه التاني بيضايقه دايما عشان يفضل صاحي طول الليل. من الاخر كده إدوارد لما كان بيعمل اي حاجه كان الوجه التاني بيعمل عكسها تماما، وكان الوجه التاني بيضحك دايما وكأنه بيسخر من إدوارد. فإدوارد في الوقت ده قرر ان هو يتخلص منه باي وسيله عشان ما كانش قادر يستحمل العذاب ده. لكن للاسف الطب وقتها كان بدائي جدا، وعمليه استئصال الوجه التاني بشكل جراحي كان شيء فوق الخيال، وكل الاطباء أكدوا له ان هو ممكن يتوفى لو حاول يتخلص من الوجه التاني. الباحثين اختلفوا على حقيقة الوجه التاني، البعض كان بيأكد ان هي وجه فتاة او اخته التوأم، اما البعض الاخر اكد ان دي وجه ذكوري مش انساوي خالص. وبالرغم من العاهة دي إدوارد كان محترف في العزف جدا، وكان بيقضي اغلب وقته في العزف عشان ما يسمعش صوت الهمس اللي بيخرج من الوجه الاخر، لانه حرفيا كان بيعيش معاناة وعذاب. لكن للاسف بعد ما إدوارد بلغ سن 23 قرر ان هو ينهي على حياته بسبب العذاب اللي كان عايش فيه. لكن اختلفت الناس على طريقة وفاته، البعض بيقول ان هو انتحر عن طريق تناول جرعة كبيرة من السم، والبعض الاخر بيقول ان هو اطلق الرصاص على راسه. لكن الكل جمع ان هو كتب قبل ما يموت: اتوسل اليكم بحق السماء ان تستأصلوا ذلك الوجه اللعين بعد موتي، فانا اخشى ان يعذبني في قبري كما كان يعذبني في حياتي. وبعد وفاته قام فريق من العلماء بتحنيط جمجمته، وقاموا بعرضها في متحف بريطاني للبشر اللي كان عندهم عهاد. انا اسف اللي انا طولت على حضراتكم، لكن دي القصة اللي تم تداولها على السوشيال ميديا كلها، وللأسف القصة دي غير حقيقية تماما. القصة دي كتبها كاتب محترف في القصص الخيالية، أما الجمجمة فهي عمل فن مصنوع من الشمع. لو وصلت للوقت ده في الفيديو ما تنساش دعمنا بلايك. سلام.